أحسنت وتقبل الله أعمالكم طيب الله أنفاسكم. سمحت الشيخ أنا عندي سؤال. نعم. شنو ترد على اللي يوصفون عائشة بأنها أم المؤمنين وكلمة سيدة؟ في بعض الناس يوصفون، هل عائشة يطبق عليه كلمة سيدة وهل يطبق عليه كلمة أم المؤمنين كما ينطبق على السيدة مثلا خديجة، السيدة ماريا القبطية رضوان الله عليهم؟ هل يطبق أو يعني نقدر نطلق كلمة سيدة وأم المؤمنين على عائشة؟ لا، لا يجوز هذا، هذا خطأ ولا يجوز. وويل للوهابية الذين ضللوا الناس، ويل لهم والله، لا يجوز. ومما يؤسفني أن كثير من علماء الشيعة يقولون هذه الكلمات، عائشة ليست أما للمؤمنين إطلاقا. وأنا مستعد أن أناظر بل وأباهل كل من يعترض على هذا الكلام. عائشة ليست أما للمؤمنين، بل ليست هي من الإيمان في شيء. حاربت رسول الله، حاربت رسول الله، قادت الجيش وحاربت النبي. فأي أم تكون هذه للمؤمنين؟ أنا عاوزهم ينظروا، الأم في لغة القرآن هي من حملت أو من أرضعت. عائشة لا حملت ولا أرضعت. أم مين؟ أم الذين قالوا إن مات محمد لنتزوجها. في ناس من الصحابة قالوا إن مات رسول الله سنتزوج بعائشة. هذه أمهم، يعني لا تحل لهم. أما المؤمنون فهم براء من أعداء رسول الله ومن أعداء أمير المؤمنين.